الإعلامي فيصل القاسم تساءل على صفحته: لماذا العين لا تصيب ميسي الذي أبهر العالم بلاعبه في كرة القدم، وتصيب سيدة عربية لأنها اشترت ثلاجة جديدة؟ وكأن هذا الإعلامي ينكر الإصابة بالعين. ولعلي أستذكر إصابات ميسي التي أصيب بها خلال مسيرته في لعب كرة القدم. في عام 2007 أصيب اللاعب ميسي في دوري الأبطال حينما كان يلعب أمام نادي تشيلسي الإنجليزي بتمزق عضلي حاد في رجله اليسرى، وغاب على إثرها عن الملاعب لمدة 3 أشهر. وفي نفس العام أصيب مرة أخرى حينما كان يلعب أمام نادي ريال سرقسطة، وتغيب عن الملاعب لمدة 3 أشهر أيضا. وفي عام 2013 أصيب في دوري الأبطال أيضا حينما كان يلعب أمام باريس سان جيرمان. أصيب بإصابة تعتبر من أشد أنواع الإصابات، وهي الإصابة بالرباط الصليبي، غاب على إثرها لمدة 4 أشهر. فربما تكون هذه الإصابات البليغة والقاسية التي أصيب بها أثناء لعبه قد تكون من العين.